بنظرات مليئة بالحزن والأسى يتحدث هذا الرجل عن طفلته الوحيدة ذات 9 أشهر من عمرها، والتي توفيت داخل مستشفى ابن الأثير للأطفال بسبب تقصير الكوادر الطبية كما يقول والدها. حتى وتسنين طالعات وديتها، صار عندها تقيؤ وسهال، دخلتها المستشفى ابن الأثير. الدكتور المقيم كتب لي أبر، حتى الدكتورة ويا المقيمة زوجتي تسألها تقول لها بنتي شوية نفسها ثقيل، تقول لها فوتي قاضبة الموبايل، يعني حتى ما رفعت راسها علينا، قاضبة ملتهية الدكتورة هي بالموبايل، تقول لها روحي عرضها، هم كلها اللي بردها نفسهم ثقيل وهذه، روحي بخريها، وبيدنا قعدنا مبخر. كان من المفترض أن تكون ماريا في مهدها هذا، لكن الموت كان أقرب إليها منه. غابت عن الحياة وغابت معها أسباب وفاتها التي يبحث عنها والدها من خلال الدعوة القضائية التي أقامها للبحث عن حق فراشته الوحيدة. الطفلة عمرها 9 أشهر، من طلعناها فوق صيحت، قمت صيح الدكاترة الأخصائيين ماكو، جونا هذول المتمرسين جدا الدكتورات، جودي سووا له نبض، جاب هذا الجهاز ما التنفس، جاب جت واحدة منهم بس داس الدوسة خفيفة على صدر الطفلة، قام يطلع من خشمها، من خشمها من ثمها إلا السجن ترست، والله طالب حقها، وأريد هذول يتحاسبون، يعني نحن هيك أطفال الناس عندهم هيك شيء لا شيء كثير، والله كثيرين، عشان أول أبسط شيء الطفلة جواهر اللي همنا قبل أيام اللي راحت همين بدون سبب. حاولنا الحصول على رد من إدارة المستشفى لكن لم نتمكن من ذلك، ويبقى حق الرد مكفولا لبيان الأسباب. يجدر بالذكر أن هذه الحالة هي الثانية خلال أقل من شهر، حيث اشتكت عائلة أخرى لوفاة ابنتهم أيضا، واتهموا حينها الكوادر الطبية بالتقصير في تقديم الرعاية الصحية لها. من الموصل محمود الجماسة، قناة التغيير.